إفرازات عدة أنتجتها الظروف المعيشية الصعبة في محافظة الديوانية، ومنها انتشار ظاهرة عمالة النساء بشكل كبير في ظل غياب الدور الحكومي في تقديم أي مساعدات لتلك النسوة واللاتي يحملن اليوم عبء العائلة في توفير قوتها اليومي وسد رمق العيش. 20 مرة عايشين على الله البسطية، كل شيء ماكو، لا رواتب لا شيء عندنا، على الله على ذني، مجبورين نطلع لهنا احنا، لو ما عندنا نطلع والله انا بهالعمر ما اطلع، مواليد 74 ما اقدر اطلع، مضطره، عندي 4 بنات، زلمتي مريض على الفراش، الى حصل 5000 6000 اروح اخذ زلمتي للطبيب، اللي يشهد الله، اخذ زلمتي به للطبيب. بالثنتين بالليل، ساعة بالثنتين نايمين هنا على الرصيف، هنا نام على الرصيف، لمن يجي الزرع وناخذه. اضطريت اطلع غصبا علي. اي والله يا اخويا، والحسين وما يسوون وحقه، هو العباس مرار اخسر ومرار احصل، والله ما يسوون مسواق، يعني تقصيد المسواق تقصيد، شاهد هذا ربي، احصل 5 4 مرار 6 مرار 7 ذن اللي احصلهن بهن، والله وارد فليساتي، لا والله يا اخويا ما يكفن والله. ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومواطنون بيّنوا أن هناك أسباباً عدة تدفع المرأة للعمل وامتهان مهن مختلفة، محملين الحكومة الدور الأكبر في تقصيرها تجاه توفير عيش كريم لتلك النساء من خلال تخصيص رواتب معيشية لهن وتوفير فرص عمل تحفظ ماء وجوههن. أسباب عديدة تجعل المرأة تعمل بأعمال من أجل الربح المادي أو من أجل إعالة أسرتها، وبعض الأحيان أعمال لا تلائم تكوينها الجسدي أو أنه هي لا تلائم المرأة بشكل عام. أما البرامج الحكومية فهي قاصرة جدا تجاه المرأة، فلم تحدد لها فرص عمل متساوية مع الذكور، هذه أولا. ثانيا ما عندها برامج تأهلها تعطيها رواتب، حتى رواتب الرعاية الاجتماعية اللي خصصت للأرامل والمطلقات هي لا تفي لمصرف أسبوع واحد، فهي قاصرة، يعني الحكومة قاصرة تجاه المرأة. احنا نقول هاي النسوان خطية، سوي لها فد معيشة، سوي لها فد راتب، هي هاي نتنوع لها، احنا نترجى من الدولة غير الزينة، هي هاي الزينة مالتها. ويرى مختصون أنه بات اليوم من الضروري إجراء دراسة خاصة لعمالة النساء وإيجاد الحلول الجذرية لتلك الظاهرة التي تعد اليوم إحدى الصور السيئة للعراق الجديد ما بعد عام 2003. سعد الصباغ، قناة الرشيد، الديوانية.